تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أوكرانية أخرى صباح اليوم الاثنين لقصف روسي بالصواريخ والطائرات الحربية، هو الأعنف منذ بداية الحرب الأوكرانية. وذكرت وسائل الإعلام الدولية أن القصف أدى إلى سلسلة من الانفجارات هزت مراكز مدن عديدة في أنحاء أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تفجير جسر القرم الذي اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بتدبيره. وفي آخر التطورات المرتبطة بالحدث، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها ستسعى للانتقام من الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدنا في أنحاء أوكرانيا صباح اليوم. وأضافت الوزارة: سقط ضحايا ووقع دمار، سيعاقب العدو على الألم والموت الذي تسبب فيه بأرضنا، وسنأخذ بثأرنا. وكشفت الشرطة الأوكرانية عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 12 بجروحى. كما أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخا على أوكرانيا في حملة قصف استهدفت عدة مدن.